فضيلة الشيخ، هذا الأخ راشد يقول: رأيت بعض أئمة المساجد أثناء الخسوف أو الكسوف الشيخ يصلون قبل بداية الحدث بنصف ساعة تقريبا، هل هذا جائز وهل الصلاة صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة الكسوف يبدأ وقتها من رؤية الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك، أي الشمس والقمر، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فصلاة الكسوف وقتها من بداية الكسوف إلى نهايته. الذين يصلون قبل أن يبدأ الكسوف، هؤلاء صلوا في غير وقت الصلاة، فهي صلاة غير صحيحة.